كيف لاحظتوا هذا نشاط اللي تيجي تتويج لواحد المسار ديال سنة من الإبداع ومن الابتكار ديال الرائدات ديال مركز التكوين المهني ديال العليا. بالطبع هنا لا يفوتني الفرصة باش نتقدم بموصول التقدير والامتنان للمؤطرات اللواتي ساهمنا بشكل كبير في إخراج وإبداع هذه اللوحات اللي تعتبر لوحات فنية لفائدة فتيات ورائدات هذا المركز التكوين المهني. وبالطبع لنا أنسى كذلك المايسترو اللي هو السيدة المديرة ديال المؤسسة اللي هي بدورها تشتغل بجد وبكد من أجل أنه تدير تنسيق وتخلق أجواء المواتية للإبداع والابتكار بهذه المؤسسة الراقية اللي عرفت إصلاحات هيكلية هذه السنة برسم السنة المالية 2014. والحمد لله أنتم تشوفوا بأن تمكننا بفضل هذه الإصلاحات أننا نحقق ما نحن بصدد أثناء زيارته الآن.